ولما تخذل كل برايا بصيح يا رب، لما الشفاء يقلب وابا ويتسكر الباب، لما الاخل لا ينكر من الماضي ما طاب، لما في ادلب تنسى بصيح يا رب بصيح يا رب. لما تخذل كل برايا بصيح يا رب، لما الشفاء يقلب وابا ويتسكر الباب، لما الاخل لا ينكر من الماضي ما طاب، لما في ادلب تنسى بصيح يا رب بصيح يا رب. اطفال من تحت الردم وش نشرح لها، ما تعرف غير المحبه بس وين اهلها، ويا ربي من عالي السما نزلنا حلها، وملينا من هذا الظلم وجيناك الى الباب، وجيناك الى الباب يا رب الارباب، لاجع على الباب يا رب الارباب، لاجع على الباب، كل الخلق يا خالق يباعونا بتراب، كل الخلق يا خالق يباعونا بتراب، وما كنت اظن العربان ما بيها فزعات، اهل الشامر والعقل واخواتي واخوات، وين اللي صاح وللذل هيهات وهيهات، وما جانا بس منهم خبر لا دزوا كتاب لا دزوا كتاب، وين أمة الإسلام اللي عددها مليار، وما شافوا اليتامى والنساء الأطهار، والنازحين اللي عافوا دار بدر دار، إلا رحمتك يا خالقي افتح لنا باب افتح لنا باب يا رب الأرباب، لاجع على الباب يا رب الأرباب، لاجع على الباب، كل الخلق يا خالق يباعونا بتراب، كل الخلق يا خالق يباعونا بتراب، وكل البشر تحيا بفرح 2020، واحنا بخيم تحت المطر شهور وسنين، ما ظل حجر الا نطق اش بعد وين، ما ظل اهل ما ظل وطن اتراب بتراب، وكل البرايا تجتمع في كل الاعياد، وبس احنا من بين البشر ببلادي وبلاد، وعفنا حبايب بالسجن من غير ميعاد، عند الردم تحت القصف ودعنا الاحباب يا رب الارباب، لاجع على الباب يا رب الارباب، لاجع على الباب، كل الخلق يا خالق يباعونا بتراب، كل الخلق يا خالق يباعونا بتراب.